السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين منصة 963 سبورت. مثل ما حكينا طبعا الفيديو القادم راح يكون عن مباراة تشرين، مباراة الهامة لنادي تشرين مع الشباب السعودي في الجولة الأخيرة من بطولة الكأس سلمان بعد ما ربح تشرين على المريخ السوداني وتأهل. طبعا بعد ما ربح تشرين تأهل ليلعب المباراة الحاسمة، هي مباراته الأخيرة مع الشباب السعودي اللي راح تكون هي المفصل لتأهل نادي تشرين لدوري المجموعات. وهذا الشيء مصعب على تشرين، ابدا مصعب على نادي تشرين انه يكون هو طبعا بطل حقيقي وموجود في هذه البطوله، البطوله المهمه جدا. طبعا للحديث عن هي المباراه طبعا مثل ما وعدناكم معنا رئيس نادي تشرين الاستاذ ذو الفقار من سوريا وتحديدا من محافظه اللاذقيه. يسعد مساك استاذ. ومساك استاذ احمد، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. وانت بألف خير يا رب. والشعب السوري ومحبين تشرين البحارة كلهم بألف خير، وإن شاء الله يا رب العيد بيكون بعيدين فينا نقول بعد تأهل نادينا الغالي تشرين لدوري المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان. إن شاء الله يا رب. الله يسمع منك يا أستاذ. أستاذنا الغالي، طبعا نادي تشرين الآن في مهمة صعبة فينا نقول بالدوري السوري بمركزه السادس حاليا ما قبل منطلاق الجولة 16، وعندكم مباراة مؤجلة نادي حطين تقريبا. تماما هو لاعبين مؤجلين مع نادي حطين، وبكره راح تكون اللعبه ان شاء الله. طبعا فوز اكيد مهم لنادي تشرين معنويا، وبعدها في مباريات اكثر نادي تشرين لا فينا نقول للاستقرار النفسي والفني فينا نقول كمان. صحيح. هلا نحن لعبه الديربي مثل ما بتعرف لها خصوصيات، لها خصوصيه لحالها والى اهميه لحالها. نعم. ونحن يعني مثل ما ملاحظين نحن فريق تشرين من بداية الدوري نحن مارين بظروف كتير صعبة. نعم. كتير صعبة مارين. ما هيك نحن ما في ولا لاعب ولا كادر، يعني ولا حدا من الكادر استسلم، وضلينا عم نشتغل ونتعب حالنا لحتى وصلنا لمكان بليق بهذا النادي، مكان نحن قادرين ننافس، قادرين نقدم، قادرين نعمل المستحيل كرمال اسم هذا النادي. نعم. نحن هي لعبة بكرة تبع حطين طبعا كتير مهمة بالنسبة لنا بغض النظر عن إنه هي لعبة بالدوري. نعم. ونحن كمان قبل سفرتنا على السعودية لحتى نقابل فريق الشباب السعودي. نعم. كمان نحن رح نلعب 3 ألعاب قبل هاي السفرة. نعم. نحن يعني بشكل مستمر عم نحضر وعم نتمرن. نعم. وإن شاء الله نحن يعني رح نقدر نحقق نتيجة نحن هون بسوريا بالدوري كرمال نطلع بروح عالي ومعنويات منيحة. نعم. وإن شاء الله خير، يعني نحن رح نعمل المستحيل. نعم كابتن، هلا فينا نقول نادي تشرين محليا قدر يحرج المريخ السوداني، وهذا الشيء بنعرفه نحن بانديتنا السوريه، وبتطلع لبرا بتعمل كل شيء يعني بتقدر تعمله لحتى تفرج العالم انه احنا بدون محترفين بدون اي شيء ممكن نعمل بالقرب بالروح بالاصرار بالاراده ممكن نعمل شيء حلو كثير لاسم سوريا. اليوم نادي الشباب السعودي مدجج بالنجوم وثالث الترتيب الدوري السعودي، دوري روشن السعودي. هل نادي تشرين عنده تعاقدات؟ صحيح. بالايام اللي جايه المباراه راح تكون 8/5 حسب ما طبعا مكتوب بمواقع عالميه، طبعا المباراه الاولى 8/5. هلا استاذ نحن راح ننافس بنفس الفريق بنفس الاسماء واللاعبين، ونحن ما بيحق لنا نعمل اي تعاقدات لحتى يعني انتهاء الموسم الكروي اللي هو بالشهر السادس. نعم. فنحن لا ما في اي تعاقدات جديده، ونحن كلنا امل وثقه بلاعبينا، يعني نحن لما طلعنا. نعم. ولعبنا ضد المريخ فريق عريق وله مشاركات كثير قويه خارجيا، ما هيك نحن قدمنا اداء رائع جدا، اداء بليق فينا رغم انه هن كمان كانوا مدعمين بالمحترفين. مزبوط. وكادر، ما هيك نحن قدرنا نحقق يعني النتيجه اللي نحن متوقعينك، ما حدا كان متوقع هذا الأداء طبعا لتشرين، بس لا نحن قادرين نعمل المستحيل، ونحن كلنا أمل وثقة بهدول اللاعبين بكادرنا أنه رح نتيجة إن شاء الله أمام
فريق الشباب السعودي. نعم. هلا فين نقول بالفترة الأخيرة كان في تعاقد نادي شيرين بكأس الاتحاد الآسيوي، وكان هالشي كان عليه كتير قصص وصارت القصص وأخذوا لاعبين من الدوري السوري، تشرين وجبلة كان. بعض الأسئلة صحيح. بتقول يعني ممكن يكون نفس الموضوع تقريبا، يكون البطولة يعني ما في عليها أي مشاكل إذا كان في تعاقدات يعني. هلا بالنسبة لهذاك الموضوع أستاذ، وقتها يعني إحنا كنا مخلصين الدوري، يعني كان السوري الدوري السوري منتهي بهذيك الفترة، فنحن قدرنا نجيب معنا أسماء أو نتعاقد معهم للمشاركة بهاي البطولة الخارجية، بس كان منتهي الدوري وقتها. أما إحنا حاليا الدوري مستمر وما بيخلص يعني لبعد شهر، فما مو قادرين نعمل أي تعاقدات. ونحن مثل ما خبرتك أستاذ، يعني نحن فريقنا جيد منظم جدا يعني بس التوفيق بقى من رب العالمين، التوفيق وقادرين نحقق نتيجة نحن. يا رب. نعم. مو صعب عليكم طبعا، الشباب السعودي طبعا مو بأفضل حالاته، هو المركز الثالث نعم، رغم ضعف بعض الأندية اليوم، أو فينا نقول بعض الأندية السعودية مستواها نزل شوي، فالشباب مو هالنادي اللي نحن بنخاف منه أو بنربح عليه بسهولة. بنفس الوقت في صعوبة بالمباراة، ولكن نحن قادرين نعمل شيء مثل ما نادي الجيش عمل شيء، نادي شيرين عمل شيء، نحن قادرين نعمل شيء أكيد يعني. أكيد طبعا أستاذ، نحن قلت لك نحن نادي شيرين دائما بيعمل المستحيل، وإن شاء الله راح نشوف هذا الشيء. لبنا معكم، دعواتنا معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بدي أسألك أستاذ، المباراة الأولى 8/5، المباراة الثانية راح تكون بشهر 6 طبعا، ب8/6 يمكن تقريبا أو 7/6، الأرض راح تكون بسعودية المباراتين أو راح تكون تختاروا أرض ثانية؟ هلا بخصوص نحن الارض الافتراضيه تبعنا، نحن لسه يعني ما تم تحديدها، لان يعني بدنا ندرس كذا خيار ونعرف شو الانسب لنا نحن. فرضنا انه تم الاقتراح خيارات لكم، يعني شو بتختاروا؟ اي بلد ممكن تختاروا اقرب لكم خليجيا او عربيا راح تكون؟ هلا نحن كل البلدان العربية هي نفسها بالنسبة لنا يا أستاذ. نعم. كلهم بلادنا وكلهم أحبابنا. تواجد جالية سورية ببلد عربي مثلا، الإمارات، قطر، الكويت، الأردن، ممكن هي بتفيدكم يعني تقريبا. هلا نحن كمان في عنا جالية منيحة بالسعودية كمان، بس يمكن بسبب الظروف أو البعد أو كذا. نعم. لا بس ما بننسى أستاذ ذو الفقار، أنت عم تلعب مع نادي سعودي، نادي صاحب جماهيرية كبيرة بالسعودية، بدك تبعد عن موضوع الجماهيرية، الجمهور المنافس، هي مشكلة كمان. صحيح. هلا المباراة الأولى نتمنى الإمارات. نعم. نحن نتمنى الإمارات يا رب، الله يوفقكم. نعم. يعني نحن بندرس الخيارات اللي أمامنا ونشوف الأنسب. الله يوفقكم، جاتنا يعني بالإمارات إنك ما بيأصروا إن شاء الله، في رابطة، في جمهور كتير كبير راح يساندكم بيأزركم، وأنتم إن شاء الله راح تأزرونا بهالفرحة إن شاء الله، أكيد راح تأزرون، راح تكونوا معنا أكيد إن شاء يعني الله. أكيد. راح تفكروا عم تلعبوا لجمهور سوريا، الكل محب لنادي تشرين طبعا للجمهور سوريا عامة ولجمهور تشرين خاصة أكيد. سؤال أخير أستاذ، سلم الترتيب على الدوري السوري، نادي تشرين اليوم المركز السادس تقريبا، فما بتوقع هذا الشيء بيرضي إدارة نادي تشرين أو لاعبين تشرين أو الجهاز الفني والإداري؟ هلا نحن هذا الترتيب ما بيرضينا أكيد، وما بيليق باسم تشرين، يعني بطل دوري 3 سنوات. نعم. رغم هذا الشيء نحن فريقنا يعني كتير عم يقدم أداء حلو وجيد ممتاز، بس نحن يمكن الحظ ما عم يحالفنا. نعم. يعني فينا نقول هيك شيء، وعنه نحن عنا أسماء وعنا كادر وعنا إمكانية كتير. نعم. كبيرة، ولسه ما صار شيء أستاذ، يعني لسه على الأرض ببين كل شيء. يا رب الله يوفقكم إن شاء الله. موضوع الجمهور، موضوع الجمهور مؤثر عليكم حاليا؟ جمهور بالدوري السوري ما في طبعا جمهور موضوع حاليا. موضوع الجمهور كتير مؤثر، يعني نحن أكبر نادي جماهيرية. مزبوط. نعم. موضوع الجمهور كتير بيلعب دور، يعني مثل ما بيقولوا في ألعاب الجمهور هي اللي رقم واحد. نعم. رقم واحد. أنا كان في اتصال من شوي مع أحد مصادرنا بالاتحاد، اتحاد الكرة، فما في الموضوع جمهور لهلا ما انطرح على الطاولة، لحد الآن ما انطرح. لسه لهلا ما انطرح. بس نحن بسوريا يعني المنفس الوحيد لنا هي الرياض لجمهورنا وللشعب. هل راح يكون مبادرة من عندكم؟ راح يكون في تحرك من رؤساء الأندية بموضوع الجماهير؟ لأنه هذا الشيء كتير عم بيأثر على الأندية ماديا ومعنويا.
تماما. هلا كل الانديه يعني كل الانديه فينا نقول متضرره بهي القرار ماديا ومعنويا، بس بالنهايه يعني يعني القرار عندهم وهن اكيد ادرى منا هيك مواضيع. مهمنا نحن بالنهايه سلامه جمهورنا سلامه لاعبينا ونحقق لهم يعني نتائج ترضيهم رغم يعني بعدهم عنه. بحب اتشكرك استاذ ذو الفقار رئيس نادي تشرين، ونحن دائما ان شاء الله معكم قلبا وقالبا معكم، ندعي لكم لسانتكم ان شاء الله يا رب وتفرحون ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا كثير لك يا استاذ، شكرا شكرا جزيلا خلي اعطيتني الفرصه حتى اتواجد عندك. نحن بخدمتكم، الله يخلي لي اياك، شكرا جزيلا. الله يسلمك، شكرا. طبعا مثل ما سمعتوا رئيس نادي تشرين كان اليوم معنا باتصال من سوريا من اللاذقية، وحاليا نادي تشرين في تمرين لملاقات او لمواجهة نادي حطين، ديربي اللاذقية، ديربي المميز، ديربي الرائع. نتمنى هالديربي ان شاء الله يا رب يكون في نقول بيكون فرحة وبسمة لكل من يتابعه ونشوف في فعلا كرة قدم بتليق بالدوري السوري باسم الناديين ان كان تشرين او ان كان حطين. وبتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي تشرين بالمباراة القادمة أمام الشباب السعودي في 8-5 وفي 7-5 حسب اللي صار خلف الكواليس بيني وبين الأستاذ ذو الفقار بسؤالي، أنه قلت له مباراة تكون ب7-5 ومباراة تكون ب8-6، قال لي لا مباراة تكون بينهم أسبوع وليس شهر كامل. فلحد هلأ ما في جدول واضح أو موعد واضح رسمي بمباراة الإياب، لأنه مباراة الإياب كثير بعيدة عن الواقع، لأنه بتوقع بينهم أسبوع بالضبط، يعني هيلعبوا ممكن 8-5 بتوقع ب20-5 أو أقل شيء أسبوع راح تكون مباراة الإياب. فبتمنى التوفيق والفوز إن شاء الله لنادينا الغالي نادي تشرين بالمهمة ليست مستحيلة ولكن صعبة شوي. وأيضا نادي الشباب السعودي بيحسب لنا ألف حساب، لأنه نادي تشرين أخرج في نقول نادي كبير مثل نادي المريخ السوداني اللي محقق 130 بطولة بتاريخه إن كان عربية أو أفريقية، وحاليا متصدر دوري طبعا. فأكيد نادي الشباب السعودي عم يدرس نادي تشرين مزبوط، ومثل نحن عم نفكر هن عم بيفكروا، وأكيد راح تكون مباراة بقمة الإثارة، وراح يكون إنا كلام كتير كبير بهي المباراة. ما بقولكم راح نربح 100%، ولكن ما بقولكم راح نخسر 100%، لأنه نحن قادرين إنه نعمل شيء، قادرين إنه نحن نفوز على نادي الشباب أو نادي أي نادي آخر بنلعب معه، إن كان نحن جيش أو تشرين أو جبلة أو أي نادي إن كان بيلعب خارجيا قادر أنه يعمل شيء، لأنه نحن عنا مواهب، عنا روح، عنا إصرار، عنا عزيمة، عنا إرادة أنه نعمل شيء وبدنا نفوز راح نفوز. ما بتوقع راح نخسر مثل ما بيحكوا الناس اللي عندهم روح الانهزامية بخمسة وستة وما بعرف مين، ما بتوقع راح يصير فينا مثل ما صار في القوة الجوية اللي هو نفسه سلم مباراته للشباب الدقيقة 70 كان المباراة 1-0، فبعشرين دقيقة أو 25 دقيقة انهار فريق القوة الجوية بسبب اهداروا الفرص الغير شو بدي لكم، يعني ما كان فيها لعب جماعي، كان فيها شيء فردي، كان فيها اجتهادات شخصية. فنحن ما متوقع هذا الشيء راح يكون موجود عند فريقنا، لأنه أكيد الكابتن محمد عقيل درس نادي الشباب وتابع مباراة القوة الجوية والشباب وشاف المباراة الأولى اللي انتهت ب0-0، مباراة تانية للشباب والقوة الجوية انتهت بثلاثية تقريبا لنادي الشباب السعودي أو ربعية بتذكر بالضبط، بس ولكن انهيار القوة الجوية وما حدث بالمباراة القوة الجوية كان بسبب في نقول تصرفات فردية من بعض اللاعبين، وما قدروا يحافظوا على هاي المباراة وما لعبوا لعب جماعي لحتى يقدروا يسجلوا، فرص فردية راحت على الفاضي. بتمنى التوفيق لنادينا نادي تشرين الغالي، وما تنسونا بالمتابعة والاشتراك بالقناة واللايك لهالفيديو، ونتيجة وتوقعكم نتيجة مباراة تشرين والشباب السعودي. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.